أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غنطرق الموضوع انتشر مع الأسف في الآونة الأخيرة بشكل كبير في المجتمع ديالنا، وبغيت نقصد بكلامي القلق وعدم الصبر. القلق أصبح يعني شيء يعني يمارس كل يوم. الناس ما بقاش عندها الخاطر لا باش تصبر، ودائما تتقلق بسرعة. ومن بلا ما نحتاج نهضر على القلق من ناحية الصحة، طبعا كل شيء اليوم عارف بأن يعني القلق تأثر بشكل مباشر على صحة الأشخاص. غادي نتكلموا عليه من ناحية الذاتية، كيفاش أنه يعني أن الشخص ضعيف من الداخل دياله، وأن المؤثرات الخارجية تتأثر فيه بواحد شكل كبير. فهنا خصو يوقف مع نفسه ويحاول يخدم ذاته. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب عدة مرات لواحد الصحابي اللي طلب منه النصيحة. فهذا إن دل على شيء، دل على أن الغضب وكبح الغضب شيء مهم باش حياتنا تكون ماشية بواحد الشكل جميل ويكون أكثر مريح. فإذا حذاري من القلق، وما يمكنناش يكون عندنا كبح الغضب والقلق بدون واحد الشيء والكثير من الصبر. والصبر طبعا للتذكير مذكور 103 مرات في القرآن الكريم، وهذا يدل على الأهمية ديالو الفائقة في الحياة اليومية. خوتي ما تنساوش، سلوكك يحدد قدرك.